بقى شكل الصور اهي، عنده مو زياد. بالنسبه للناس اللي سالتني، شوفي ام زياد جايبه ايه جديد من الصورات عشان تصورها لنا النهارده. انا جيت صورت لكم عندها اهو ام زياد، دي الفرشه بتاعتها. فين الفرشه بتاعتها يا دعاء؟ احنا هنصور المستشفى اهو، صور المستشفى، مستشفى المطريه. تركبي مترو تنزلي حلميه الزيتون وتاخدي التوك توك ينزلك عند باب العيادات الخارجيه. تمشي شويه على اول الشارع في محل هنا اسمه رشدان وحواء، بعديه شارع صغير اهو ام زياد على اول الشارع. شايفين القمر ده؟ انا شايفاه فستان متقفل اهو بالكب. في سوريهات شكلها مختلف النهارده، كل ده هنفرده مع بعض ونشوف المتر بكام والعرض كام متر. وفي حته هنا صفرة ملهاش حل، بس صفرة، وانتوا عارفين ان انا ما بحبش الاصفر عشان انا حياتي كلها فيها صفر كتير. ده بكام بقى اللي في ايدك ده؟ دي الجبونه ولا ده بمتر المره دي؟ لا دي مش الجبونه اللي احنا خدناها قبل كده؟ لا خالص، انا عندي خمس. ماشي طيب الحمد لله. ده كده بالمتر، المتر ب 100 جنيه؟ تمام، المتر كده ب 100 جنيه. صباح النور، عامل ايه يا ام حسن؟ يا رب يخليك، ربنا يعزك، نهارك ابيض. ده كده يا جماعه المتر ب 100 جنيه. وريني بقى النبيتي دي، عشان في واحده حبيبتي قالت لي صوريه عند ام زياد. اقسم بالله العظيم انا جيت المره اللي فاتت الخميس لقيتك قافله، ما اعرفش ما بقتش شر عليكي. ده تحفه. ده بكام ده؟ 200 جنيه؟ ده حقه حقه حقه. انت يا بنتي ده تقيل تقل من كتر الشغل، ده تحفه شغل النهارده. لا وايه، وخدي بالك ان ده الشغل من تحت. بص عند ام زياد كنار، ده مش محتاج حاجه خالص، ده محتاج واحده تلفه عليها وبس، شكرا. وبيتعمل لا خامته فظيعه، عايز استاذ يعمله. والله العظيم عايز استاذ يعمله. النبيتي ده ب 200 جنيه. انت عندك فاكره ما انت ليكي 100 جنيه. المتر بكام بقى القمر ده برده؟ 200 برده؟ لسه جايبه جديد. طب لو في حاجه بقى 200 خليها ورا بعضيها كده عشان يركزوا معانا. ده كده 200 جنيه برده، شغله تحفه. شغل ده شغل يدوي ده ولا وايه الشغل اهو متطرز. ايه ما شاء الله، تطريز تطريز. ده جميل، بصي مليان ازاي كله. ان بيتي بقى مشكلته انه مفرغ قوي، عايز بقول لك عايز استاذ يطلعوه فستان بصراحه، عايز استاذ يطلعوه فستان. بس هو شياكه ان بيتي ده ملوش حل، احلى من اللي هو متصل. بعمل رجيم، المهم خليت الكلمه تطلع في الفيديو، ما علينا. المهم ايه بكام؟ عليه افضل الصلاه والسلام. 150؟ ب 150 هي ورده طايره صحيح. بصوا ب 150 جنيه. اللي عايزه بقى سوريهات اديني بصور لك اهو، خدي سكرين وهي عندها شحن. بس بالله عليكم حد يتعبها في الشحن ما يقولهاش متر ولا مترين. بصوا برده دي فيها ورده طايره جميله قوي، وكلها برده خرز ولولي وورد طاير وتطريز جامد قوي، كلها متصل. كل ده عشان خاطر عيونك يا حبيبه قلبي اللي طلبتي مني اصور عنده موزيات شحروره. اديني قلت اسمك اهو. ده ب 100 جنيه، ده فيه جليتر اهو تحفه، حلو جميل. ده كده ب 100 جنيه، مفيش منه الوان الا اللون ده بس. ده ب 100 جنيه، ده تطريز، تطريز جامد جدا. بصوا التطريز قمر. كل مستورينا. لا انت النهارده يعني ايه ده؟ ايه ده القمر ده؟ دي نقطه. دي بكام يا مزين؟ 200 برضه. يا لهوي على القمر، كلها تطريزات اهي، كلها لولي. دي احلى من استنى، انا عايزه اعرف هي باينه ولا لا. لا ما انا لازم ابينها لكم، اوريكم التفاصيل، التفاصيل اللي فيها. اهي حلوه قوي دي، كلها لولي في بعضه. عليه افضل الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. بكام يا لولو؟ بكام؟ التاني كان 200، ده كام؟ ده 200 برضو؟ عشان كله برضو لولي اهو، كل ده لولي. بصوا اشكاله جميله قوي، ده لون السمون جميل. الاسعار دي يعني ما شاء الله، يا عارفه بكام بره؟ اشكاله ب 200 جنيه هنا. ده عامل زي قشر السمك بس منه فيم ترتر اهو، ده كله ترتر كده. الله برضو دي حلوه قوي، دي اللي انت معلقاها اهي. ايوه الصفرة دي عجباني، بس انا بس صفرة صفرة، وحياتنا تعبت، حياتنا تعبت من الناس الصفرة قوي.
يا خراب اسود، دي جميله قوي بس صفرة. كنت جبت لون تاني؟ ده المتر بكام؟ ب 200 جنيه كلها تطريزه اهي. بصوا تحفه تحفه. الكحلي هيبتدي كده عشان الكحلي برده جميل قوي. الله، برده الكحلي جميل. الكحلي برده قلت كام؟ 200 برده. حلوة قوي. عندك ايه تاني يا ام زياد؟ طلعي. انت بتصوري من لوحده يعني؟ لا يا قطه. اه دي بسيطه قوي، التطريز بتاعها بسيط جدا. دي ب 100 جنيه ماشي. ايه اللي تحت رجلك فيها ترتر دي؟ يا لهوي على القمر، كلها كده في صوص. شغل قوي قوي قوي. دي بقى بكام؟ دي بكام يا زياد؟ 200 برضو. وريني اللي تحت رجلك فيها ايه. اشرعوا دي لون الصمون اللي فيها ترتر. لا دي جميله جميله قوي قوي، كلها ترتر. ده ترتر اهو، كلها ترتر. هي تبقى كلها على بعضها شكلها. قمر متصل ده بكام؟ بالك عشان هي كانت في الصورة، هي موطية طلعت كلها في الصورة. ده ب 200؟ تمام، ده ب 200. ده كان في منه الوان على فكره. هات الاخضر ده، جيب الجلاليب الحنه. نعم عيني سوي. ده 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 مش محتاجه جلاليب حنه خالص، ده هو بيرقص لوحده. كله ترتر، كله ترتر. حلو قوي. كان فيها منه الوان، مش عارفه الوانك فين. ده حلو برضه، كان عجيب. ده هادي قوي، هادي قوي. ماشي. أنا عايزة ده. احنا صورنا اللي تحت ده اللي هو عامل زي البيج ده وفيه شغل كده. اه جامد قوي ده، ده جامد، ده جامد. ده بكام ده؟ اه انا خلاص هقول لك انا الاسعار بعد كده، حفظتها. اه ما انت خلاص. لا شكلها جميل قوي ده، كله تطريز. خلاص حفظنا. شفناش احنا بقى السيمون ده اللي تحت رجلك؟ شفنا السيمون؟ اه ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ نارك ابيض. ما شفناش احنا ده. يا لهوي مش قادره تشيلي انت، خربت كده تقيل قوي. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. لا ده تحفه، ده تحفه. بصوا اللولي، بصوا اللولي، بصوا اللولي متدرس فيه ازاي، والعالم كله والكسر وترتر. لا ده واخد شغل اكيد، ده 200 برضه. لا شحروره انت عايزه زياره، تعالي يوم الخميس الجاي، بس قبل ما تيجي تتصلي بيها لا قدر الله يحصل حاجه وما تجيش. ايه يا مزيا؟ بس ده جميل قوي برضه. ورده طيب بكام يا زوز؟ 150. ده ماشي، ده ال 200. ما فيش منه كتير وهو اسود اصلا. انت بقى هتتجنن على الريموت. ده اللي حلو ده. اه بس تطريز وهادي قوي، هادي صح؟ هادي قوي تطريز. دي احلى. غير اني اه دي واللي انا كنت ماسكاها السمون، والنبيتي والسمون اللي انا كنت ماسكاها دلوقتي اللي هي هناك دي. اه تحفه. السمون عماله تغرينا. لا تحفه تحفه. لا السمون اللي كانت وراكي جميله. هي دي عرضها كام يا زين؟ ماني حاسه صغير ليه؟ حاسه نبيتي اكبر. احنا صورنا دي؟ لا احنا صورنا اللون اللي فيها ملون، دي ما فيهاش لون ملون. بصوا جاهز ده. كل تطريزها عالي قوي بصراحة. ما انا لفت نظر ان هو بكب فعجبني قوي. اه بصوا الكب بتاعه اهو، انت هاتي كده الكب بتاعه شايفينه، وهو صك تمام، وتحت كده ايه النفشه بتاعت الديل. حلو. دي داره كده يا زياد بالسوسته بتاعته اهي، بالسوسته بتاعته بالتقفيل اهو. اللي ياخده بس يحط عليه الالوان اللي هنا دي لو بامبا. ماشي يا زياد، بكام ده بقى كده؟ ب 250. حلو قوي، تحطش عليه بقى لون بامبا يبقى شياكه، او اي لون بقى يناسبه من على البامبا، تشوفي ايه اللي هيليق عليه. عندك حته كبيره عامل زي لون الشمبانيا، الوانه طايره. بصوا ده كده الكنار من هنا اهو، تحفه. وده الوانه كده ايه الاباليك من فوق، والورد بتاعه طاير زي ما انتم شايفين. بكام يا زياد؟ 200. 200
بصوا ترتر ولولي والماز وجبير وورد طاير و200 جنيه متر جماله. جميلة. عشان اتنين كنار، بكنار من هنا وكنار من هنا، تحفه. ما يعني او بنقول ايه؟ طيب هي دي كده برضه حلوه قوي. هي زينب تحفه يا خير. شوفي حاجه ثانيه، قمر تطريز اللي فيه قمر، قمر بصوا دي جميله جدا، دي جميله جدا. ما تجيبي لون كده ساده من تحتها يبينها اكتر، الناس تفهم ان الفستان طلع شكله عامل ازاي. يعني هو ده لونه ايه اصلا؟ سيمون رمادي. لا اللي فوق ده سيمون. وانت حاطه تحتيه رمادي. اه جميل برضو، حلو مش وحش. بصي بقى هي عملت ايه، بصي قمر قمر. بصوا ما تقولك 200 تحفه، انا عاجبني قوي قوي. ده كام يا زياد؟ ب 200 جنيه. اي حاجه متطرزه اعرفي انها ب 200 جنيه. بكام المتر ده؟ ب 200. لا بتهرجي بقى. نقفل الفيديو على كده، ومبروك على اللي خدت دي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم كلكم ويعينكم على تفيل السوارهات ده. طلع موضوع صعب جدا يعني، بالاخص مع الحاجه اللي فيها تطريز ده. المهم يبقى انا كده لبيت طلبك يا شحروره، واشوفك على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.